مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديدة ووصفات حضراتكم طلبتوها، خاصة بمقرمشات والشيبسي علشان خاطر كمان أصدقائنا اللي طلبوه، وخاصة مدام منال. النهاردة هنعمل الشيبسي بطريقة لطيفة، هنقول لكم على الطرق اللي بيتعمل بيها الشيبسي برة، في المحلول اللي بيتعمل فيه إزاي، اللي هو الشيبسي بيتقدم في الأفراح أو في المحلات أو المطاعم، وهنعمل كمان ممكن نقول احنا في البيت نقدر نعمله ازاي بطريقه جميله ولطيفه. ان شاء الله تاكلوا شيبسي جميل والولاد يستمتعوا بيه. وخلينا نبدا نقول بسم الله، وهنبدا اول حاجه في الشيبسي، الشيبسي الافراح او الشيبسي اللي بيتقدم في المطاعم. عندنا بطاطس للتحمير، وهنتكلم عن نوع البطاطس بتاعه التحمير، ده مهم جدا. طيب عندي ميه سخنه، عندي شطه، ملح، ليمون، شويه من الملح، ليمون فريش، خل، وزيت غزير. دي الطريقة اللي بيستخدموها برة في المطاعم أو في الأماكن اللي احنا ممكن بنشتري منها. تلاقوا كده طعم البطاطس إيه؟ مزة كده شوية، أو ليها نكهة كده معينة، عكس اللي احنا بنعمله في البيت. على الرغم والله أنا شايفة إن اللي في البيت أحلى. بصوا بقى، أولا البطاطس بتاعة التحمير هي اللي بيبقى فيها النقط الحمراء دي، شايفين النقط الحمراء دي؟ دي بطاطس التحمير، هي دي، مش الخضرة. الخضرة دي ما تاكلوهاش خالص، مش حلوة، اوعوا تجيبوها، يعني ما تستخدموهاش، تبقى سامه ومش كويسه وما بتطلعش نتيجه كويسه، لا في بطاطس محمره ولا في شيبسي ولا في اي حاجه. بتعمل غثيان ودوخه ويعني مشاكل كتير جدا. فاحنا البطاطس اللي فيها النقط الحمراء دي هي بطاطس التحمير. خلاص، انا عن نفسي بحب اقطع البطاطسايه. طبعا كلنا اكيد عندنا، في معظمنا، بلاش كلنا، اغلبنا عنده الكبه، والكبه دي فيها ليها سنون كده وشرايح بتاعه الشيبسي، ما عندناش. أنا يعني عندي المكنة هستخدمها، لكن حضراتكم هنستخدم، شايفين المبشرة بتاعتنا التقليدية الجنب ده، كل المحلات بتشتغل بيه كده على الجنب ده، خلاص بيعملوا بيه الشيبسي بالناحية دي، فما فيش أي مشكلة خالص، كله متواجد ومتوفر. طيب أنا هبدأ الأول كده إيه، أقشر البطاطساية بطريقة تقليدية، مش يعني أنا يمكن بميل ان انا اقشر بالسكينه على طول، وباخد كده تخانه شويه في البطاطسايه على اعتبار ان هي ايه. بصوا دي مثلا بيبقى فيها حته كده لازم اشيلها، اهي مش هيجرى لها حاجه، ده وارد نقابله، خلاص اهو، ولازم تبقى فيها تخانه لانها بتبقى مرشوشه، فانا باخد من المسامات الكبيره شويه. خلاص، وهاخد واحده تانية برضو، باخد كده سماكه، ما ينفعش اعمل القشره رفيعه في البطاطس لانها بتبقى مرشوشه مبيدات، وانا ببقى مش عايزه اخد الجزء اللي مرشوش ده معاها، يعني الى حد كبير يعني. طيب اهو كده اهي، خلاص هقطعهم دلوقتي مع حضراتكم، بس انا هقطعهم في المكنه دي. حاجات زمان ما تتعوضش الحقيقه، يعني في حاجات كده بتبقى بتاعه اهالينا زمان ما بتتعوضش، ما بيبقاش ينزل زيها دلوقتي، لكن طبعا اللي عنده يبقى تمام جدا. دي كهرباء، بص بقى انا بعملها بطولها، شايفين نزلت ازاي اهي، شايفين الشيبسي بطول البطاطسايه، يعني عرض البطاطسايه اهي، لازم تبقى عريضه، خلوا بالكم الشيبسي او البطاطس بتكش شويه. حلو، بصوا بقى انا خدت شويه دول اهم، هبدا اجيب ميه سخنه، بسم الله هحط كده، وليها طريقه تانية تتحط ميه ساقعه، والاثنين بينجحوا، بس انا بقول لكم طريقه اللي بتعمل بره. خلاص اهي، عشان يتخلص من جزء كبير من النشا اللي فيها، وبياخد رشه بسيطه طرف المعلقه ملح ليمون، بصوا حاجه كده لا تذكر. وبعدين اللي بيحبوا يعني ليه نكهه الشطه، هناخد شويه من الشطه خفيفه قوي، هحط شويه من الملح بسيط، مش سامعاكوا حبايبي، صوت بيقطع. اوكي، معانا ام اسلام، يا اهلا وسهلا، وعصير ليمون. صباح الفل يا حبيبه قلبي. صباح الهنا ومني انا. يا روح قلبي، عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت وحشاني قوي. والله انت اكتر يا حبيبه عمري. يعني انت ما تتصوريش وحشاني قد ايه والله. حبيبتي ربنا يسعدك يا رب دايما كده. ربنا يخليك يا حبيبتي ويحسن ما بين ايدك يا رب. امين يا رب العالمين. احنا وانت منوره الدنيا كلها حبيبتي، منور بيكم وتواجدكم واتصالاتكم بيا.
حبيبة قلبي والله ما حرمت منك أبدا يا رب. ولا منك يا نور عيني حبيبة عمري. حبيبة قلبي، عايزة بعد إذنك النهاردة بس أعمل تهنئة لابن أخوي عمر. طبعا أهلا وسهلا. بمناسبة عيد ميلاده. حبيبي يا عمر كل سنة وأنت طيب، عقبال مليون عايزة سنة. عايزة كل سنة وأنت طيب وعقبال يا رب العمر كله ليكي حبيبي. آمين يا رب العالمين. ربنا يخليك ومنور حياتنا كلنا. آمين يا رب. أو مايا طبعا مش قادرة أقول لك. حبيبتي آمين يا روح قلبي. آمين. مايا دي بقى حبيبتنا كلنا ودي دلوعة العيلة. ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويخليكي لينا يا رب. حبيبتي ويخليكوا ليا ام اسلام، ما تحرمش منك حبيبتي كل سنه وانت طيب يا عمور يا قمر. وميرسي لسؤالك ولاتصالك يا حبيبه قلبي. بصوا بقى بسيبه شويه يعني في المحلول ده بيسيبوه كده ربع ساعه تلت ساعه شويه، تلاقوا كده البطاطس شدت شويه، شدت يعني ايه؟ تلاقوها عملت كده. انا هنا بس مش حاطه شطه عشان بس حضرتك تبقوا عارفين. شدت بصوا بقت جامده ازاي؟ مسكت نفسها ازاي؟ اهي حلو؟ طيب عايزه بقى اعمل لها خطوه مهمه قوي ان انا نشف الميه دي، الميه دي ما بتبقاش حلوه. وخلوا بالكم الشيبسي دايما تاخدوا البطاطسايه صح وناخد البطاطسايه بالعرض بتاعها فتبقى الشريحه كبيره فلما تخس تبقى فيها شريحه شيبسي حلوه. وبعدين هاخد كده خليني هنا مثلا انشف شويه مع حضراتكم كده في ايه هنا في صاج مثلا. هاخد هنا كام منديل وهنشف البطاطس كده قبل ما احطها. دي مهمه الخطوه دي قوي، الخطوه دي مهم. خلاص والله. طب يا حبايبي ماشي تسلم ايديكوا يا سلام اهو ده الكلام والله. ميرسي ليكوا جدا. هحط بقى دي كده عليها. خلاص هناخد بقى البطاطس دي خلوا دي هنا هرص كده يعني كام واحده كده. هو متعب شويه بس يدي نتيجه حلوه. طبعا هما بره في المحلات بيبقى كميه الزيت غزيره جدا. المكان الطاسه او الواك اللي بيشتغل فيه الكبير الواسع اللي بيتحمر فيه الطعميه والحاجات دي بيبقى مهول، كميه الزيت رهيبه. فهو بيقدر يتعايش مع انه يغطس كويس ويتعامل كويس فالدنيا مختلفه تماما. عايزه اقول لكم اول حد وصف رقائق البطاطس المقليه دي كان طبيب بريطاني اسمه ويليام في كتاب اسمه البطاطس المقليه بشرايح. يعني سبحان الله. لكن بقى اول مين نفذ الوصفه دي طباخ امريكي اسمه جورج كروم كان في القرن ال 19 وهو الطباخ ده كان بيطبخ لأغنى الأسر الأمريكية في هذا الوقت. تمام الزيت عندي حرارة وسط شايفين ازاي كده. عايزة أقول لكم البطاطس دي فيها نسبة بوتاسيوم عالية وبتنظم يعني توزيع أو نسبة السوائل اللي بتبقى موجودة في الجسم وبتقلل من ارتفاع ضغط الدم بتقوي العضلات بتقوي. بصوا بقى بسم الله بصوا نحطه ولازم يبقى معانا السبايدر بسم الله عشان انا مش عايزاهم يمسكوا في بعض. شايفين بسم الله الرحمن الرحيم كده. بطاطس دي من الحاجات اللي بتحافظ على صحة الجلد للماسكات، بتعالج جدا الهالات السوداء عارفين كده. فيها كمان نسبة فيتامين سي حلوة قوي بتقوي الأوعية الدموية والأسنان والعظام. بصوا وهي لا بس هي ليها برضو أضرار في القلي يعني احنا بس الشيبسي ما يتعملش إلا قلي يعني هتدخلها ازاي تاكلها في الفرن حضرتك؟ ما هو يعني بعدين ممكن ناخد نسبة الدهون بتاعتنا بقى منها وخلاص. هو ده تاكله وتقعد 5 أيام تعمل دايت ما فيهاش حاجة. صحي جدا على فكره. احنا ممكن نعملها مره برضو لحضراتكم في الفرن علشان اصدقائنا اللي حابين حاجه صحيه بشكل جميل. معانا هبه. يا هبه
صباحك فل. اهلا اهلا. عامله ايه؟ الحمد لله. الحاجات الحلوه اللي على الصبح دي، ايه الشيبسيهات الجميله ده؟ احنا النهارده هنفطر شيبسي بقى. انت تنورينا يا روح قلبي والله. ليكي والله على كل حاجه بتعمليها. الله يسعدك. بالذات بقى عشان المدارس انت عارفه بيموتوا في شيبسيهات بره، وانا تعبني الموضوع ده قوي مش عارفه اعمل ايه معاهم. لا جربي بقى وجيبي بقى المنكهات الحلوه اللي هي بتبقى فليفرز دي، وحطي لهم اللي يعجبهم بقى عليها. حلو حلو. عايزين بقى افكار تانية كمان للانش بوكسات دي اللي بعملها الصبح دي. يا روح قلبي حاضر والله. وبعدين كل سنه وانت طيبه بقى، المولد النبوي الجاي هنستعد ما تخافيش، كل شيء احنا نقدر. عشان بصي قولي لي عايزه ايه. طيب قولي لي، احنا هنعمل الحاجات الحلوه كلها ما تقلقيش. احنا بنحب السودانيه والسمسميه من عيني الجميله بتاعتنا اللي احنا ما بننساهاش ابدا يعني. من عيني. والملبن حاضر، بيقولوا لك كمان يا مدام هبه والملبن في الكنترول. طبعا ده اهم حاجه. من عينينا يا حبيبه قلبي. ودك الصحه ودايما منوره الشاشه حبيبتي. امين بوجودكم حبايبي. شكرا ليكم يا روح قلبي، شكرا لمداخلتك جزيلا. شكرا حبيبتي. من عينيا الاثنين. طبعا احنا مستمرين مع بعض نعمل حاجات المدارس، وفي حلقات هتذاع ان شاء الله في ايام الاربع والسبت، هتلاقوها مميزه وفيها فطاير حلوه، فيها بيتزات وعجان سهله ومش مكلفه، والولاد بيحبوها، هتبقى موفره ونقدر نعمل منها ونشيل في الفريزر، وهنعمل افكار جديره كتيره للانش بوكس كمان. بصوا بقى لازم يبقى ايه. طبعا انا عايزه المنكهات يا نودي، وتقريبا محمد لازم يبقى زيت كده زي ما انا بعمل اهو. انا يعني حطيت وهتعامل مع الزيت بالشكل ده، تبقى حاجه واسعه اعرف اقلب فيها. كمان انا عايزه حجم الشيبسيه يبقى كبير، يبقى كويس يعني، فلازم يبقى الزيت شويه حلوين. طبعا انتوا بتشوفوا قدامه الزيت بيبقى عامل ازاي يا جماعه، يعني لازم كميه زيت كويسه، ولازم التقريب طول الوقت كده. وبعدين هنعمل مع بعض طبعا الايه الفليفرز دي بقى بتتباع عند العطار. انا هنشف شويه تانية، ممكن نحط رصه تانية تشتغل جنبنا كده واحنا شغالين علشان نعمل حبه حلوين يعني. نعمل كده بس قوي قوي. بصوا بقى انا بصوا لما بتنشف، بصوا الميه رايقه ازاي، هتلاقوا كده مفيش نشا في الميه دي، النشا مش موجود الميه اللي انا عاملاها. وبعدين بصوا بقى عايزين انتوا عايزين تقطعوها بالليل وتحمروهم شويه الصبح، حطوهم في التلاجة. حطوا البطاطس في البوله بتاعتها زي ما انا عامله كده في التلاجة لتاني يوم. اهم حاجه غطوها واغمروها في ميه كويسه علشان الميه تطلع تغطيها ما تسودش من حضراتكم. بس كده. ونعمل الشيبسي ده، دي طريقة. هنعمل الويدجز في الفرن زي ما عملنا قبل كده في حلقات بمنكهات مختلفة، فالولاد يحبوها وهي برضو حاجة في الفرن. وخلينا المرة تانية نعمل الشيبسي في الفرن للمحبي الشيبسي من خلال الأفران، مش اللي هو المحمر أو بالزيت يعني. خلاص يبقى احنا كده ايه اهو شايفين. بصوا في الطبق انا بطلع كده مع حضراتكم، شايفين البطاطس ماسكه نفسها وجميله وحلوه ما شاء الله اهو كده. وايه عشان تنشف تبقى جميله اهو كده. علي انتي هربانه رايحه فين كده. نفضل بقى ننزل كده شويه، نجهز بقى طبق كده، ممكن يبقى مصفى عادي جدا نطلع فيها الشيبسي على طول، مش لازم مناديل ولا حاجة. عندي مصفة تمام، هياكلوا بقى شيبسي بيتي من بطاطس طبيعية وجميلة اهو. ايوه ما انت هتشوفوا دلوقتي بقى. ما هو احنا كده في حاجات في نسبة زيت كتيرة وهو مش متحمر كله كويس، فاحنا حطينا كمية كبيرة في الطاسة يا مونتي، عشان كده انا مش بحط كميه كبيره عشان اقدر اتحكم فيها وفي انها تطلع كلها مقرمشه. لكن لو حطيت كميه كبيره وجيت طلعتها هيبان قدامي دلوقتي شويه مقرمشين، واول ما اسيبهم هيطرى منه شويه. والله بص الميه انا جربته بالميه السخنه ناجح، وجربته بالميه الساقعه ناجح برضو، فمش هقدر اقول لك ده. لكن انا بصراحه شايفه ان هو حتى لما بيسقع الميه الساقعه بتجيب معاه نتيجه كويسه كمان مش بس السخنة. بصوا نبدأ بس نقلب هنا، دول تقليبة حلوة لازم يبقى مفرفط كده، ولازم أشيل المية اللي فيه، المية دي أنا مش عايزاها كده. حاضر امس بسرعة كده ماشي زي ما انتوا عايزين، يلا بينا.
هتبدا تطلع ونحط عليها النكهات دلوقتي وهنشوف المنكهات او الفليفرز اللي احنا هنستخدمها، شطه وليمون وكاتشب وبالجبنه، وفي انواع كتير حلوه بتتباع عند العطار هنستغلها ان شاء الله. وعلى فكره هم بره اصلا بيحطوا كمان منكهات بعيدا عن مطاعم طبعا الفول والطعميه. يلا بينا بقى نبدا دلوقتي ايه، نستسمع حضراتكم في استراحه بسيطه ونرجع نستكمل مع بعض باقي فقراتنا في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية. بصوا انا بحط عليه المنكهات اللي هي دي بالكاتشب اهي عشان حضراتكم تبقوا عارفين. ادي الشيبسي اللي احنا عملناه دلوقتي. المنكهات دي من العطار، هنجيبها من العطار، عنده منكه بالجبنه وعنده منكه بالشطه والليمون وعنده منكه ب مثلا ايه تاني، الجبنه وشطه وليمون وكاتشب اهم بيبقوا كده. بصوا حضراتكم ده اللي بالكاتشب وده بالشطه والليمون. نعمل بقى شويه اللي جايين دول بالشطه والليمون عشان تبقوا انتوا شايفينهم اهم، شايفين؟ يا نهار ابيض جميله جدا، هتستمتعوا بيها ان شاء الله. دلوقتي بقى زي ما قلت ما نكترش كميه الايه الشيبسي في الواك او في الـ في الـ في المكان اللي احنا طاسه او المكان اللي احنا بنحمر فيه. تمام، احلى حاجه انا بالنسبه لي كنتيجه ان الميه تتصفى وتبقى في بعدها في ميه ساقعه تبقى جميله جدا. عايزين تقطعوه من بالليل وهتحمروا شويه الصبح للولاد، ماشي. عايزين تعملوه من بالليل وتسيبوه هيقعد برده وهيبقى روعه عشان ما توقفوش الصبح وتتعبوا، ان في سيدات عاملات اعملوه من بالليل كده وخلوهم ايه يستمتعوا بيه. بصوا شكله في تسلم ايدك يا رب. بصوا هنا ده شايفين الجمال، حاجه رائعه. طيب هنبدا دلوقتي في وصفه ثانيه من الوصفات الحلوه اللي احنا بنحبها برده، هي شيبسي الافران. يا ترى شيبسي الافران ده بيعملوه ازاي؟ طريقته بسيطه وسهله قوي قوي، ونقدر نعمله في البيت ومن المقرمشات المحببه يعني الولاد بيحبوها. نقدر كمان نعمل منه بدقيق صحي ونقدر نعمل منه بدقيق العادي زي ما حضراتكم تحبوا اللي هو دقيق المخبوزات او دقيق جميع الاستخدامات. المقادير بقى اللي احنا ايه هنروح دلوقتي نشوف المقادير مع بعض. عندي شيبسي الافران، عندي تقريبا 250 ملي من الميه، 100 جرام من السمن، 50 جرام من الزيت، بحط زيت وسمنه عايزه طعم فيها يبقى حلو، تقدروا تستخدموا الزيت بس لو عايزين مفيش مشكله. عندي معلقتين كبار من الصلصه، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، كوبايتين ونص دقيق، وعندي بيضه او صلصه بخففها اعمل بيها الوش على حسب انتوا بتحبوا ايه. في بقى ناس بتحط جبنه رومي مبشوره، احنا هنضيف كمان يا ندى بعد اذنك حبه البركه في المقادير عشان احنا عاملين شويه بحبه البركه، هنشتغل بالاثنين ان شاء الله. حبه البركه شمر، هما بيتعملوا في الافران نوعين بس، بيبقى جبنه رومي وحبه البركه، فاحنا بقى ايه زي ما حضراتكم تحبوا، لكن احنا نقدر نغير، نقدر نعمل شويه بالشمر، شويه بالكمون الحب، اعملوا اللي يرضي حضراتكم ويريحكم. معانا ليلى، اهلا وسهلا. مدام ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يخليك، ازيك يا استاذه حبيبتي؟ اهلا بحضرتك يا فندم، ازاي صحتك؟ قلبي انا بشكر حضرتك جدا 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 جدا. يا حبيبتي على ايه بس؟ ربنا يبارك فيك يا فندم. والله كل حاجاتك مستعجلة ما شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. يا رب. الله يخليك يا فندم، تسلمي يا رب، شكرا لحضرتك. اموري لو ليكي اي طلب. ربنا يبارك. انا اول مره على فكره انا اول مره اكلم التلفزيون. يا حبيبتي ده شرف ليا والله. حضرتك ومبسوطه جدا جدا بحضرتك. ده من حسن حظي والله ان اول مره تكلميني انا، شكرا ليكي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. بقول لحضرتك اتفضلي اموري مدام ليلى، انا سامعاكي. انا عايزه بس اسال عن اللي هي التقليه. ربنا يخليكي، تقليه الكشك يا حبيبه قلبي، ربنا يبارك في حضرتك. تقليه الايه؟ الايه يا بنات قولوا لي؟ الكشك. الكشك، حاضر. الكشك الالمازيه صح؟ كشك المز يعني. من عينيا. يا حبيبه قلبي. من عينيا يا رب. ممكن ابعت هديه ليا يا وتريتي حبيبتي؟ طبعا يروح قلبي. اتفضلي اتفضلي مدام ليلى. ازيك
تسلم يا رب، ما يحرمني منك ابدا. انا بس بقول لماما ربنا يخليكي ليا ويخليلي ابويا واولادي واخواتي وحبايبي كلهم، وبهديكم كل السلام وكل التحيه يا حبيبتي قلبي. امين يا رب، ربنا يخليهم لك ويخليكي ليهم يا رب بصحه وعافيه حبيبه قلبي. شكرا لحضرتك بجد والله، شكرا. شوفوا قد ايه دي حاجه جميله ازاي، شوفوا يعني مدام ليلى الواحد الاب والام دول ما فيش بعدهم في الحياه، نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. ولو لا قدر الله حد ما كانش متوفق في يوم من الايام، اعرفوا ان ده اراده ربنا سبحانه وتعالى، وانت هتثاب على صبرك وعلى ان انت تتعامل معهم كويس وتقدم اللي عليك برده. جميل قوي لما بنلاقي ناس الكبار دول واجهة مشرفة لينا بجد. أنا كنت بشوف مامتي لحد ما هي عمرها 62 سنة كانت بتقعد تقرأ الفاتحة كل يوم وتقعد تختم المصحف كل أسبوع علشان توهب لباباها ومامتها وتقول بابايا ومامتي دول هم السبب في وجودي وعملوا لي كل حاجة حلوة. فطلعنا كده سبحان الله، وربنا يا رب دايما يجعلنا يعني أولادنا يبقوا بارين بينا، يرزقنا برهم في الحياة في حياتنا وبعد مماتنا. شكرا ليك يا مدام ليلى، شكرا لحضرتك. طيب انا هنقل شويه الشيبسي الحلوين دول اللي عملناهم بالكاتشب هنا عشان حضراتكم تشوفوهم كده اوضح اهو، وهنبدا بقى. حاضر، اطلع بس دول عشان ما يبقى احنا كده تمام، نعمل شويه بالشطه والليمون كمان ونبدا في الوصفه الثانيه وانا شغاله مع حضراتكم. اطلع بس شويه دول، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بطلع في مصفى، نعم برضو منكهات، كل دي منكهات يا مونتي بتتباع خلاص فليفرز جاهزه، وانت فاكر ان بره يعني بيعملوه. على فكره حتى الاماكن اللي مش بندخل سوبر ماركتس كبيره نلاقي جزاره جوه، بنلاقي الجزاره دي بتتعامل بجراكن او جرادل فيها توابل، هي جايه لهم جاهزه بيتعاملوا بيها على طول في الفراخ، توابل لحمه، توابل فراخ، توابل سمك، كل حاجه خلاص ما بقاش فيه زي زمان احنا بس اللي في البيت بنعمل كده. فبس انا بوضح يعني عشان اصدقائنا اللي ايه اللي مش عارفين الموضوع ده. انا طفيت على الزيت وخلوا بصوا الزيت نظيف ازاي، ولا في ترسيبات ولا في اي حاجه. الزيت ده اقدر احمر فيه مره كمان عشان بس بصوا اعمل كده وهي دافيه كده، هاخد اللي هو بالشطه والليمون هبدا احط علشان يلزق عليه الفليفر، واعمل كده اهو شايفين. تلاقوا لونه، بصوا اللون اتغير ازاي، يشرب اللون على طول اهو. معانا تغريد، يا اهلا وسهلا. ازيك يا شيفه عظيمه؟ اهلا يا روح قد الدنيا كلها. يا حبيبه عمري انت، ربنا يسعد قلبك يا حبيبه قلبي انت يا جميله. انا كويسه طول ما انتم بخير. حضرتك حاجاتك جميله قوي. تسلمي يا روح قلبي، انت الاجمل والله. انت الشيبسي قوي حياتي. طب يعني ابعت الطبق على البيت؟ ايه؟ ابعت لك الطبق على البيت حالا. تسلمي، قولي لي لو ليكي اي طلب. انا عايزه ماما تعملي بيتزا صغيره. من عيوني، بصي بقى خلي ماما تتفرج على الحلقه الاسبوع ده، انا عامله فيها بيتزا صغيره ان شاء الله هتعجبك، خليكي شوفيها ولو عجبتك قولي لها يا ماما اعملي لي من الوصفه بتاعت الشيف عظيمه دي. ايه رايك؟ هي هتتذاع امتى يا رونا؟ احنا هنشوفها هتتذاع امتى ان شاء الله، هتشوفيها الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، هتشوفيها هتعجبك باذن الله. وادي الشيبسي، وتسلمي لي وميرسي ان انا سمعت صوتك يا تغريده النهارده. حبيبتي ربنا يخليك لمامتك يا روح قلبي. هناخد الصلصه وهاخد السمن وهاخد الزيت وهاجي هنا في بوله كده، خليني بقى اشيل دي بسم الله، ارجعها التلاجة تاني ما يجرالهاش حاجه على فكره، بتقعد كذا يوم في التلاجة. لو انتوا حابين تاخدوا كل يوم يعني عاملين بوله كبيره مثلا وحابين تاخدوا من البطاطس دي كل يوم تحمروا شويه وانت مش قادره تقطعي كل يوم، ما يجرالهاش حاجه. خلاص انا هاخد بقى هنا مع حضراتكم السمن والصلصه. تعالوا ناخد كده طيب هناخد كده لا كده هم معلقتين من الصلصه، وهاخد السمنه، وممكن نحط كله من الزيت بس او من الزيت والسمنه زي ما انا عامله. نقول بقى فوائد الصلصه، الصلصه دي كمان بره بتتجفف الطماطم بطريقه صحيه جدا على فكره، عايزه اقول لكم فيها مضادات اجسده كويسه جدا بتحمي من السرطان. بصوا وفيها فيها حاجات كتير مهمه جدا. بصوا كده
طبعا الطماطم دي لو هنجففها في الموسم بتاعنا نعمل لكم حلقه حلوه ليها او نقول لكم ازاي. احلى حاجه التجفيف في الشمس او في الفرن لو الاسرع يعني. طبعا غنيه فيتامين ا وفيتامين سي ونسبه حديد عاليه، انتوا عارفين الطماطم فيها نسبه حديد عاليه وصوديوم عالي. طيب ناخد كده الزيت اهو حطينا، خلوا بالكم ليها اضرار برضو يعني ايه، مش بتبقى محببه لان فيها حمض الستريك بيعمل شويه حموضه كده. تعالوا هنا ناخد بقى الدقيق وناخد البيكنج باودر معلقه صغنونه كده، بسم الله اهو هنحط، وطبعا لازم ذره الملح او نص معلقه ملح كده حلوه، وهنقلب الخليط. وتعالوا بقى ننزل هنا وهاخد الخليط ده عليها وهيبقى باقي الميه الدافيه بس. الميه تدريجيه اتفقنا، عشان طبعا انواع دي زي ما قلنا ايه بتختلف، النوع اللي انا بستخدمه غير النوع اللي حضرتك بتستخدميه، فده ممكن يعني يستوعب سوائل اكتر اقل على حسب. نلف الاول كده مع بعض المكونات، وهو بسيط وسهل، هفرده هنا جنبكم. ايه يا حبايبي؟ ما انا ما سمعتكوش، بتاكلوا الكلمه ازاي؟ بتدوسوا كده وتروحوا ماشيين على طول عشان ما نضايقكيش. يا بخت منظر وخفف يعني. ماشي يا ندى. انا مش بتضايق منكم ابدا. نقلب كده تقليبه وهبدا اخد الميه الدافيه. بسم الله يروح قلبي. ايوه شيماء متعوده اول ما اعمل حاجه تقول لي تسلم ايدك يا ست الكل. نقلب تقليبه حلوه. انا ايه ممكن ازود، انا حطيت معلقه صلصه يعني مش مليانه زي ما انا ما كنت عايزه هرميه، فخليني ازود معلقه عشان هو يبقى لونه احمر حلو كده. ارفع كده، حاطيني دي يا حبايب علي حاطين؟ ها؟ مش عايزه شويه دقيق بس. ايوه. عشان افرد؟ لا. هعمل كده. هاخد بس اقلب، خليني اقلب دول كده كويس عشان تدي اللون الحلو ده. وهعجنها دلوقتي بايدي حالا. بس هحط لها كمان شويه دقيق. بصوا لونها هيبقى هنا. بصوا عليها اول ما انا اجيب ايه شويه الدقيق اهو. هاخد شويه كده بسم الله ونعمل ننزل هنا. عايزه اقول لكم بقى دي ممكن تتعمل بانواع دقيق كتيره جدا، يعني الناس اللي عندها مشاكل مع الدقيق الابيض او مع دقيق القمح الحبه الكامله او ممكن تعملوه بدقيق الرز، وممكن تعملوه دقيق الشوفان بقى. الناس يعني تقدروا تغيروا في الوصفه زي ما حضراتكم تحبوا بالظبط. هاخد كده كميه حلوه، هعجن بقى بالايد. خليني البس بس الجلافز عشان الصلصه هتلون الايد دلوقتي. الدقيق الابيض ليه فوايد برضو مش ملوش، بس طبعا ما بيبقاش زي كل ما يميل لون الرز او الدقيق ليه شكل الحبه الحقيقيه بتاعته الاصليه، كل ما الموضوع بيفرق جامد جدا. بصوا ليه فوايد كتير للبشره، عايز اقول لكم يعني بيفتح البشره وبيزيل الشوارب، بيعالج كمان لو حطينا معاه كركم وليمون، بس ده ما بينفعش البشره الحساسه. لو اتحط على شوفان ولبن بيفتح البشره جدا. بصوا كده غني على فكرة بعنصر الزنك جدا، وبيعالج الالتهابات والسموم اللي في الجسم. في كمان يعني نسبة أحماض أمينية، بتحسن صحة القلب بشكل كويس. بصوا بقى الطريقة دي سهلة وبسيطة قوي. بصوا أنا بعجن مع حضراتكم عشان تشوفوا قوام العجينة، شايفين إزاي؟ أخد شوية وأعجن عشان أنا عايزاها تطلع مقرمشة، فأنا بظبط كده الإيه النسبة بتاعتي بتاعت الدقيق اهي. اعملوها باي نوع يعجبكم. شايفين العجينه عامله ازاي؟ بسيطه وسهله. تعالوا بقى ناخد الايه، انا بلم بس دي اللي على الكاونتر عشان نبقى احنا في الامان. ماشي حبايبي قوي. تعالوا بقى هنبقى دي هنا عشان تشوفوني كويس. شايفين شكلها عامل ازاي؟
اهي دي تعمل كميه حلوه كمان. خلاص هناخد كده قطع، ممكن تبقى اصغر تتعمل دواير. تعالوا بقى ناخد دول هنا كده في جنب مع بعض، ناخد دي وبنفردها. هفردها برضو على شوية دقيق كده وعلى صاج. هاخد كده ويفضل، عارفين انهي مردانة؟ مش عارفة هما جايبين لي مردانة عملاقة، متخيلين ان انا يعني مش عارف، مش بدخل بطولات انا كمال اجسام يا جماعة. عايزين واحدة بقى تبقى ايه، صغيرة رفيعة تفرد معاكم اكتر، كبيرة تفرد العجين التخينة، الرفيعة ترقق معاكم العجينة قوي. المردانات الرفيعة هبدأ بقى أفرد كده لحد ما تاخد هي نشابة أو مردانة، ليها كذا مسمى على حسب الدول يعني، أو فرادة. إيه يا مونتي؟ أنت واقف لنا على الواحدة ليه يا مونتي؟ معلومات؟ طيب ماشي ماشي ماشي. بصوا برققها قوي عشان تطلع معايا دايرة كده، قطعوها بالتقطيع اللي تعجبكم. انا هعملهم اربع تربة. هاخد كده هجيب الصاج، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد هنا الصاج هون وتمام. شايفين رقيقة ازاي؟ هحطها هنا اهي، وهاخد كورة تانية، هاخد رشة من الدقيق ورشة فوقها ونفرد. شايفين؟ علشان تبقى رقيقة. الشكل اللي يريح حضراتكم، هتقطعوها قطعه بالسكينة على فكرة او براول البيتزا مش فارقة، المهم الشكل اللي يريح حضراتكم. اهو كل ما بنرققها كل ما تطلع النتيجة معانا اجمل. بعدين بقى جت مش متساوية كده لا قدر الله، يعني هروح عاملة كده مساوياها يعني، ما فيهاش حاجة. خلاص خليهم يطلعوا شكلهم متساوي وجميل. خلاص واخد كده اهي. ماشي حبايبي، شوفي دخلتي في الوقت الغلط انت هنا. خلاص هعمل كده. خلاص هاخد بقى القطعتين دول وهكمل الباقي بنفس الطريقه. دي بقى ليها طريقه ان انا احط عليها اما بيض او صلصه متخففه بميه. انا عن نفسي هاخد الجبنه الرومي كده. مش حاطين ليه حبايبي حبه البركه؟ مش انا قلت لكم حطوا حبه البركه؟ ماشي تسلم الايادي. وفي شمر ممكن برضو. هخف دول بشويه ميه، بسم الله، عشان ادهن الوش اهو، واخد بالفرشه يديها لون حلو برضو اهو، لو مش حابين الزفاره بتاعه البيض. خلاص وحاجه تليق مع الوصفه ومع لونها اهو. هاخد الفرشه، بسم الله اهو، هندهن كده حاجه بس ايه اللي هو خفيفه وفي نفس الوقت تلزق عليها الحاجه اللي انا هرشها، الجبنه اهو، حبه البركه، اي حاجه. هنا شويه جبنه رومي بواقي الجبنه الرومي متقطعه عندكم اللي هي بتبقى الحتت الناشفه دي، بترفع في المعجنات جدا. هاخد دي واعملها بحبه البركه، مخبوزات سريعه وبسيطه وما هياش مكلفة يعني، في البيت مش مكلفة. شايفين ازاي؟ تعالوا بقى هنقطع كده. وكده. مربع او مثلث يعني اربع تربع. رول البيتزا كمان بيبقى جميل، ودي تبقى مربعات برضو زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. شايفين ازاي اهي؟ ندخل بقى الفرن، حراره 180، هسيبها على الشبكه في النص لحد ما تاخد اللون. مش عايزه الونها، انا عايزه تطلع بلونها، هتاخد خفيف قوي. دخلها بقى الفرن
ونبدا نستعد بقى ايه مع بعض بسم الله لاستراحه بسيطه علشان نرجع نستكمل باقي وصفاتنا مع حضراتكم في انتظاركم بعد الاستراحه. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي هنعمل وصفه سريعه ولطيفه برضه، نقدر نتحايل على الوصفه دي شويه ونعملها حاجه شبه اللي بره لو احنا بنحب وبنميل اكتر للحاجات اللي هي ما فيهاش مواد حافظه وحاجات نعملها في البيت للولاد اللي هي المقرمشات اللي دايما بيشتروها اما من كانتين المدرسه او احنا بنشتريها من السوبر ماركت نديها معاهم المدرسه، فاحنا نقدر نعمل ده في البيت برضه. احنا كده عملنا صنفين لطاف، خلينا نبص معاكم بسرعه على الرقائق. بصوا بصه سريعه بس على الرقائق، لسه قدامها حاجه بسيطه اهي، هنسيبها شويه لحد ما الجبنه دي تاخد اللون وتبدا تسيح وتنشف. طيب هنبدا بقى نعمل وصفه جميله، هي شرايح مقرمشه اللي هي زي يعني بديل الدوريتوس. هنعمل كوبايتين دي ذره، هنستخدم دي الذره الاصفر، وهنستخدم نص معلقه صغيره من الملح، كوبايه ونص من الميه الدافيه، وتوابل. التوابل دي ممكن تبقى اي منكهات، انا ممكن استخدم اللي بالشطه والليمون او بالكاتشب، ممكن احط الاثنين ميكس مع بعض يدي تيست وطعم مختلف، او تخلوا كل طعم لوحده في العجينه دي، يعني براحتكم تقسموها وتحطوا كل واحده عليها فليفر مختلف يدي طعم مختلف. طيب انا اول حاجه هاخد كده العجينه اللطيفه دي، هو بس يجيبوا لي هحط كده الدقيق الذره العجان، وهاخد كده رشه الملح، وممكن احط من المنكهات دي معاها اللي احنا جبناها من عند العطار. خلاص ونقلب كده، وبحب احط كام واحده حبه البركه تدي النقط السوداء اللي بتبقى اصلا موجوده في الايه في الموجود. فوائد دي الذره كتيره على فكره، في مضادات أكسدة بتحمي العين جدا، بتحافظ كتير بجد على عدسة العين، وبتقلل بقى فرص الإصابة بمرض السكري بجد. في نسبة ألياف بتغذي البكتيريا النافعة اللي جوه جهازنا الهضمي، وبتحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم، ومفيدة جدا للناس اللي هي عندها حساسية، بتفيدهم جدا، دي ميه سخنه جدا. وفيها فيتامين بي، ده بيحافظ على صحه الاعصاب بشكل كبير، وفيها نسبه مغنيسيوم برضو بينظم ضربات القلب. خلينا كده بس نزود الميه، انا عايزه ميه فاتره، ميه فاتره. تمام هاخد كده بس جلافز البسه، ممكن اعجنها بالايد هما شويه صغيرين عادي مفيش مشكله. تعالوا نتكلم عن فرق دي الذره الابيض وفرق من دي الذره الاصفر. دي الذره الابيض بيبقى موجود في الذره البيضاء في فيتامين ب، بيبقى مذاقه حلو بنستخدمه في المعجنات برضو، لكن الاصفر بيكون في نواه الذره الصفراء وفي فيتامين ب وفيتامين الف، ومذاقه احلى من الابيض بكتير، وبنستخدمه في المعجنات بشكل افضل. بصوا كده عايزه اعجن دي عجينه، بالايد كده شويه صغيره، ده كده ماشي يا قمر. اه يا روحي انني اكرر واكرر ماشي ماشي يا روح قلبي بسم الله. ده المفروض بقى نسقعها شويه قبل ما نستخدمها شويه، بناخدها كده نديها بس تتقرمش في طاسه ولا حاجه. معلش اسمحوا لي انا هنزلها هنا عشان على الكاونتر هقدر اشتغل فيها احسن افضل يعني. بسم الله كده كده لحد ما تبقى بشوف بس كده بايدي وانا هتحتاج ميه تاني ولا لا، عشان خلي بالكم ده برضو من انواع الدقيق اللي بتغر شويه، يعني ممكن واحد يتغر فيها.
بيلين كده مع الوقت. بصوا يتشرب كويس فيبدا ايه يطرى معانا. وهناخد بقى ايوه الكميه دي كده تتفرد بقى بين ورقتين زبده، بس لازم تجمد في الثلاجه شويه. بصوا بعجنها كويس عشان تبقى عجينه حلوه، يعني ايه ما تفرفطش مني، تكاد تكون هتبقى شبه متماسكه. نوع الدقيق ده مختلف عن الدقيق اللي احنا بنستخدمه الابيض. خلاص فناعم قوي، تحسوه قرب للنشا كده. حبايبي شايفين ازاي؟ هاخد واحده طبعا. بصوا بيطلع لونه كمان جميل. انا ما ضفتش الا المنكهات، ما حطيتش صلصه ولا حاجه اهي. ممكن اخد شويه كده كوره كده لازم يسقع، لازم يسقع عشان لما هيسقع. خليني اجيب ورقتين زبده بلاش، خلينا كيسين ثلاجه اسرع. لما بيسقع ويدخل التلاجة الدنيا بتبقى أحلى، يعني بياخد وقت أحسن ويتفرد معايا أسرع. ناخد بس اللفظ التاني حطهم بين ورقتين كده ونفرد. وهجيب طاسة، أنا هنا مسخنة الزيت برضو كويس، نفس الزيت اللي حمرت فيه الشيبسي عادي. هاخد كده هنسويها، يبقى متعب شويه. معلش بس احنا نفرد عجينه واحده مره واحده وسقعوها مره واحده. التسقيع ده مهم جدا، انا مش بقول كده علشان حضراتكم يعني تطنشوها، لا هي لو هتسقع هتديكوا فرده كانها زي العجينه اللي احنا فردناها بالظبط. ماشي هتبقى كده. انا ممكن ما احمرش على طول، ممكن اخد كده طاسه بسيطه صغننه. ودي افضل الصغننه، هسقع على النار. خليني اوكي، خليني اخدها هنا واحط الزيت هنا. هنسخن ده برضو يفضل حرارته عاليه. هنا هاخد اقسمها كده بالسكينه ممكن. بس الشكل عشان لما اجي اعمله مثلثات يبقى مظبوط. عمري ما هعرف اعملها كده الا لما تسقع. بصوا بتتكسر ازاي. هنعملها مثلثات كده شايفين ازاي. انت صح طبعا، اهي لازم اسقعها، انا مش هعرف اعملها وهي طريه كده. بتاخدوها بس على طاسه الاول تعمل تشد كده، وبعدين هروح منزلها في الزيت. الزيت سخن جنبي ولازم انزلها فيه مباشره. هتطلع مقرمشه بدرجه بالملي كانها زي الجاهزه. اللي احنا حطيناه في الفليفر هنا هيطلع نفس الطعم ده هو اللي فيها. فحضراتكم عايزين تفصلوا العجينه وتقسموها اتنين وتحطوا جزء فليفر، بصوا كل ما بسيبها بتبدا تميل العجينه ازاي. لازم ترتاح ولازم تدخل التلاجه، مش هقدر اشتغل فيها كده بفرفطه. بصوا كل ما ترتاح تظبط ازاي، هي دي نجاحها. تمام هنحمرها بعدها في الزيت تاخد بس اللون، هتطلع زي ما انتم شايفين كده. هناك هيستعرضوها لنا علشان تشوفوها بشكل كويس.
وادي المثلثات بتاعتها، وانا حطيت النقط السوداء دي حبه البركه تحل محل اللي موجود في المقرمشات الدوريتوس دي عشان تبقى جميله. فاضل طيب نقول بقى احنا عملنا ايه وننزل مقاديرنا. ممكن يلا بينا ننزل بقى الوصفات وصفه وصفه من اول الشيبسي بعد اذنك يا ندى. ماشي يلا بينا. هننزل اول حاجه الشيبسي اللي عملناه. احنا هنتكلم عن شيبسي الافراح. شيبسي الافراح ده اللي الناس بتقدمه في المناسبات مع بعض الـ يعني البوفيهات اللي بتتقدم، ولكن بيبقى ليه طعم كده مذاقه خاص. شيبسي الافراح بطاطس للتحمير، نقينا نوع البطاطس اللي احنا حمرناه يكون نوع كويس، واتكلمنا عن ميه سخنه. لازم ننزل نسبه النشا اللي في البطاطس، قطعناها بالمقشره بتاعت البطاطس في كذا جنب فيها لو دي التقليديه اليدويه اللي موجوده عندنا، او مكان الكبه لما بيبقى فيه سنون بتقطع شيبسي. عندي شطه ودي اختياري، بس بنحط معلقه واحده لو على كميه كبيره ما بتبانش قوي بس تدي تيست حلو. نص معلقه من الملح الليمون، شويه من الملح طبعا هنبدا نديها طعم الملح، وعندي ليمون فريش بعصر ليمونه فريش، وعندي معلقه خل، وطبعا زيت غزير للقلي. بنزلها في يعني في الكميه الميه دي، وبعدين بخليها شويه لحد ما الميه دي تهدى وتبرد تماما، وبعدين باخد البطاطس ابدا ايه انشفها كويس من الميه دي على مناديل او فوطه مطبخ، وبعدين الزيت يكون متوسط ويكون غزير بشكل كويس، ما نحطش وحدات كتير عشان ما يلزقوش في بعض، لازم ابقى عارفه ان هو متفرفط بعيد عن بعض. وبحمرهم شويه شويه، ندي بقى اي منكهات من المنكهات اللي هي الخاصه ب الأطعمة الموجودة عند العطارين. طيب هنيجي بقى للوصفة التانية اللي هي كانت شيبسي الأفران. شيبسي الأفران ده برضو من الحاجات اللطيفة جدا المحببة، قرمشات جميلة نقدر نعمله. عندي 250 ملي مية، وطبعا المية دي برضو ترجع لنوع الدقيق، ممكن تزيد ممكن تقل زي على حسب نوع الدقيق. عندي 100 جرام من السمنة، وعندي حوالي 50 جرام من الزيت. أنا الحقيقة ممكن نحط زي ما أنا عملت، وممكن نخلي الكمية كلها زيت زي ما أنتوا تحبوا. عندي معلقتين كبار من الصلصة مليانين هرمية، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر ممسوحة، كوبايتين ونص من الدقيق. الدهن بدهن صلصة مخففة بشوية مية أو بيضة على حسب حضراتكم هتحبوا، شوية جبنة رومي متكسرة أو مجروشة، أو شوية حبة البركة. آخر حاجة عملناها مقرمشات اللي هي شرايح المقرمشة اللي هي بدقيق الذرة الأصفر، وعملناها بالملح والمية الدافية فقط، وحطينا أي منكهات عليها. ولازم تسقع في التلاجة على الأقل نص ساعة ساعة، وبعدين قطعوها وشكلوها فردوها وحطوها على طاسة، بس تشد كده وتبدأ زي العجينة تتقص سامبوكسات أو تتقطع زي ما أنا عملتها، وتحمروها على طول مفيش مشكلة. دلوقتي بقى نستعد لاستراحة علشان نبدأ نستقبل الفقرة الطبية، في انتظار حضراتكم بعد الاستراحة.